هو بالفعل تم تناول إذن هذه المعضلة التي يعيشها المواطن بصفة حادة والتي أحس بها السيد رئيس الجمهورية، وكان النقاش لمدة، ومن خلال هذا النقاش أخذ السيد رئيس الجمهورية إذن أهم قرار، وهو انتقالي مع زميلي وزير الري إلى تيارت لإيجاد الحلول المناسبة ولإيجاد حلول ظرفية للظرف. هو حس أن المواطن لمدة 12 يوم وربما أكثر وما عندوش الماء في الحنفية، هذا ما يثير يعني القلق، وأنا نتفهموا المواطنين البعض منهم ما خرج، ولكن لابد من حلول. نحن كسلطات عمومية لابد أن نجد هذه الحلول، وخاصة عندما يكون على رأس هذه الدولة رئيس كما السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من المواطن محور اهتماماته ومفاتئ يقولها ويكررها دوما، وقال ما نسمحش ابدا احنا باش المواطن يكمل يعيش اللي يعيش الضنك اللي ربما سبق له باش عاشوا. راه كل السياسه تاعو كلها متوجهه في هذا الاطار هذا. اذن هو الذي يعرف تيارت بكل احيائها، ويعرفها بثاني كذلك توسعها العمراني قال غير ممكن ابدا، وهي التي ربما تزخر من موارد أن لا نقوم نحن بما يجب القيام به لضمان بداية ربما ما يمكن هذا المواطن أن على الأقل يرضى بالشيء الذي تقدمه له السلطات العمومية بداية، وأن نجد الحلول المناسبة وفي الأجل القليلة القريبة إن شاء الله مع ربما هذه المشاريع التي سننطلق فيها، ويتعلق الأمر ب 42 كيلومتر لجلب المياه من شط الشرقي، بإعادة تنمية بعض من التنقيبات المتواجدة هنا وهناك الآبار العميقة، وأساسا نزيد نعاود نكررها درك التحويل الكبير من سهل عجر مايا 120 كيلومتر لهنا ما ترددش أبدا، خدمت له كاقتراح قال سجلوها مهما كانت تكلفة، وتم تسجيلها فعلا البارح في الليل. اليوم على الأساس جينا وإحنا مرتاحين مطمئنين بطبيعة الحال إلى غاية إنجاز. وبالنسبة للشط الشرقي إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، ونتمنى وإحنا إن شاء الله منا للعيد، والتزموا المؤسسات التي تنجز التزمت بهذا من باب أن هذه العملية هذه تضامنية، قال لك نديروا كل ما في وسعنا، ما يشوفش واش يربح، ما يشوفش واش، المهم يشوف كيفاه يوصل الماء للحنفية عند المواطن. إذن إن شاء الله سيعملون كل ما في وسعهم لاحترام إذن هذا الأجال هذا، وكذلك تضامنية، عملية تضامنية باعتبار أن الولايات المجاورة من الجزائر العاصمة اليوم برك لحقوا 14 شاحنة ذات حجم كبير، من مصغان 11 شاحنة ذات حجم كبير. الحماية المدنية ولهنا معنا السيد المدير العام الذي أبى إلا يرافقني مع السيد المدير العام للأمن الوطني، كذلك أكثر من 10 شاحنات، كانت شاحنة وزادوا 10 ثاني من الحجم الكبير، المتدخلين آخرين، وممكن لهنا الولايات الأخرى كما الجلفة كما يعني الناس بزاف اللي راهم يساهموا ويشاركوا. إذن هذه الأمر هذا درك يتطلب بصفة ظرفية أن السلطات على مستوى الولاية تعرف كيف إذن توزع هذا المورد هذا لمدة إذن تبقى جد قصيرة على كل أحياء